سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وأهلا ومرحبا بكم. الموعد دائما على الحب يتجدد معكم لنضعكم في قلب آخر المستجدات والقضايا الرياضية التي نضعها أمامكم نناقشها ونجد لها الحلول بإذن الله تعالى. نذهب إلى أهم عناوين قضايا حلقة هذا اليوم. أعضاء اتحاد الكرة العراقية تصارعون فيما بينهم بشأن حقية السفر إلى الدوحة لغرض التباحث مع المدرب راضي شنيشل المتواجد الآن مع نادي قطر. النجم الدولي السابق حبيب جعفر يبدي عدم رضاه عن المركز الرابع لمنتخب العراق في نهائيات أمم آسيا الأخيرة، ويؤكد أن شنيشل لم يحقق الفوز على منتخبات قوية. وبسبب الفساد المالي المستشري في مفاصل الدولة وغياب البنى التحتية عن الملاعب، وزارة الشباب تقرر انسحاب العراق من تنظيم بطولة خليجي 23. إذن هذه كانت أهم عناوين قضايانا لحلقة هذا اليوم. نذهب إلى التفاصيل ونبدأ من موجة ومسلسل إيفاد أعضاء اتحاد الكرة العراقي الذي يبدو أنهم لم يمتثلوا لكل الضغوطات الإعلامية التي توجه لهم، وآخرها تواجد 6 من أعضاء الاتحاد العراقي في استراليا لمدة 37 يوم. الآن أعضاء اتحاد العراقي، مصدر مقرب من برنامج الشوط الثالث، أكد أن الصراع ما بينهم على السفر إلى قطر من أجل التباحث مع مدرب منتخبنا المعار من نادي قطر راضي شنيشل يتصارع أعضاء الاتحاد، وصبوا اهتمامهم فقط على السفر على مسألة التعاقد والتباحث مع نادي قطر حيال مصير المدرب شنيشل. بيّن المصدر أن أعضاء الاتحاد ركزوا على كيفية الاستفادة من السفرة التي لن تتكلل بالنجاح، لأن مهمة تدريب منتخبنا ما زالت غير معروفة النتائج، لأن شنيشل ذكر بأنه ملزم بعقد مع ناديه القطري وواجب احترام هذا العقد. للتذكير، 6 من أعضاء اتحاد الكرة سافروا مع المنتخب الوطني المشارك في بطولة أمم آسيا لمدة 37 يوم، 3 منهم لمجرد السياحة فقط. أكيد هذا الموضوع ما أعرف إلى متى راح ينتهي، وهذا المسلسل مسلسل الإيفاد والله ما يقدرون يقعدون بالبلد، استحالة. لازم من سفرة لسفرة ومن إيفاد لإيفاد، وما أعرف، إحنا مو ضد التواجد إذا كان مبررا وإذا كان ملزما، فعلينا اختيار الوقت المناسب واختيار العنصر المناسب اللي يمثلنا خير تمثيل، لكن التهافت بهذه الصورة والمعارك والتقاطع على السفر، وهذا يقول سراية وهذا يقول مو سراية، يا جماعة ما يصير ما يصير. ترى يعني احنا يوميا قافلين الاتحاد، والله شنو عندنا سفرة. يعني أتمنى قرار حكومي يوقف هذه المهزلة، وأن فعلا قرار مجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي أكدت على الأولمبية أنه التعامل بصرامة إزاء ترهل الإفادات الرياضية بالنسبة للاتحادات وبالنسبة لأعضاء الاتحادات. وما أعرف إيش وقت راح يمتثلون لهذا الموضوع، الله أعلم. عموما راح نبقى إحنا أول بأول في هذه القضية. إلى قضية أخرى فجرها الكابتن حبيب جعفر النجم الدولي السابق الكبير وأحسن لاعب في بطولة كأس الخليج 9 في السعودية عام 88، اليوم فتح النار على المنتخب العراقي وعلى الكابتن راضي شنيشل، حيث قال أنه المنتخب العراقي حصل على المركز الرابع هو مركز لا يليق به كونه بطل النسخة قبل الماضية، كما أكد أن شنيشل لم يتغلب على فريق قوي، وأن الفوز على إيران جاء بعد أن لعب الفريق الإيراني بنقص عددي من اللاعبين، وبالتالي الفريق العراقي فاز على الأردن وفلسطين اللي وصفهم الكابتن حبيب جعفر بأنهم غير متطورين فنيا مثل إيران وأوزبكستان. شدد جعفر على أن العراق بمجرد أن قابل منتخبات أفضل منه خسر بكل سهولة، كما حدث أمام كوريا الجنوبية وأمام المنتخب الإماراتي الشقيق المنظم،
وأضاف أن إبعاد سيف سلمان كان خطأ دفعنا ثمنه غاليا بدليل عندما غاب لاعب الارتكاز ياسر قاسم عن المنتخب في مباراة كوريا الجنوبية لم يستطع البديل أسامة رشيد تعويضه بالشكل الأمثل. وأكد جعفر أنه يقف مع المدرب الأجنبي ضد المدرب العراقي في المرحلة الحالية على اعتبار أن المدرب الأجنبي لا يخضع للضغوطات الداخلية. أكيد نوجه الاحترام والتقدير لرؤية الكابتن حبيب جعفر هذا النجم الكبير، لكن أرجع وأقول بالمقاييس العامة وفريقنا يعاني ما يعانيه وجاب المركز الرابع، أعتقد المركز يتناسب ويا الوضع العام، فريق غير مستقر، بلد غير مستقر، نواجه إرهاب، نواجه تحدي، لكن إحنا لحد الآن نقول إنه إحنا نمتلك قاعدة كبيرة ونمتلك لاعبين على دراية كاملة بأننا نستطيع أن نقدم أفضل من هذا المستوى. بصراحة المستوى العام والأداء كان بالإمكان أفضل. أيضا مشاهدينا الأحبة، بعد للأسف الشديد فشل حراسة المرمى العراقية في بطولة آسيا، الكثيرون تحدثوا عن وجود الكابتن نور صبري مع المنتخب. عماد هاشم اليوم رد لوسائل الإعلام ومنها أيضا الشوط الثالث قائلا أنه عدم دعوة الكابتن نور صبري جاء احتراما لتاريخه ولمكانته بعد أن قرر الكابتن نور صبري الاعتزال منذ فترة وإنه غائب عن المنتخب الوطني. والكابتن الكلام للكابتن عماد هاشم قال أنه عدم استدعاء الكابتن نور صبري هو احتراما لتاريخه، احتراما لمكانته، ونحن نريد أن نحافظ على الإمكان على التاريخ الكبير الذي تركه الكابتن نور صبري. أيضا يتحدث الكابتن عماد هاشم أنه الكابتن نور صبري كان اسمه ضمن قائمة الخمسين، لكن دعوته للمنتخب ستسبب إحراج كبير لتاريخه لا سيما أنه اعتزل دوليا. أما سؤال الإعلام والصحافة عن شوان جلال الحارس المقبل للمنتخب، قال عماد هاشم سيتواجد شوان جلال في أول وحدة تدريبية قادمة لأسود الرافدين للاطلاع على مستوى الفني والاستفادة منه في الذود عن عرين الأسود في تصفيات كأس العالم. أكيد الكابتن عماد هاشم نوجه لك التقدير والتحية، وأيضا نوجه التحية للكابتن نور صبري. فعلا الكابتن نور صبري في الفترة الأخيرة كان يعاني من عدم الاستقرار، لا سيما أنه مع القوة الجوية ثم ذهب إلى نادي نفط الوسط أعتقد، وبالتالي يعني غيابه وعدم استقراره مع نادي ربما يؤثر على المستوى العام. فعلا أقولها أنه إحنا مركز الحراسة كان يحتاج أكثر وأكثر، لكن أرجع وأقول أنه عماد هاشم غير مسؤول عن الحراس اللي موجودين لأنه ما استدعى ولا حارس بدليل أنه طلب الحارس محمد قاصد وبالتالي القوانين وتأخرنا، لأن إحنا كل شيء عندنا مو طبيعي أثر وبالتالي حصل اللي حصل. نأمل إن شاء الله أن يقدم مركز حراسة المرمى أكثر وأكثر خلال البطولات المقبلة. أيضا مشاهدينا الأحبة إلى انتخابات التكميلية لنادي القوة الجوية، إذ حصل عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد حميد شهاب الزبيدي على منصب نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية في الانتخابات التكميلية التي جرت هذا اليوم وحضرته عدسة برنامج الشوط الثالث، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة 204 وحصل 159 صوت من بين 168 عضو حاضر في الانتخابات التكميلية. أيضا رشح لمنصب عضو الهيئة الإدارية المرشحان عبد الجليل الشياع وصباح عبد الرزاق ليفوز مرشح واحد فقط لسد فراغ العضو وليد الزبيدي. وبعد إجراء عملية التصويت فاز الأخ الشياع بعد أن جمع 88 صوت مقابل 73 للاعب الدولي السابق النجم الكبير صباح عبد الرزاق الذي للأسف لم ينتخب وبالتالي ابتعد عن الهيئة الإدارية. يذكر أن نادي القوة الجوية أعلن في وقت سابق عن موعد إجراء الانتخابات التكميلية بدل نائب رئيس النادي الذي أبعد وهو الدكتور عباس فاضل. نتابع هذه اللقطات وهذه التصريحات للانتخابات التكميلية لنادي القوة الجوية.
اساسا العمل الاداري بنادي القوى الجويه عمل منظم وعمل راقي، لان اعضاء الهيئه الاداريه هي هيئه اداريه المنتخبه هيئه جيده تمتلك خبرات ولديها يعني ناس يعني مزيج كلش لطيف. مثل والله حقيقه انا حصلنا 159 صوت من مجموع يعني عدد الحضور 165، يعني عدد جيد. وانا مو جديد على العمل الاداري، وان شاء الله العمل الاداري بالنادي القوى جو بخير، وراح نقدم انا واخوتي بعض الهيئه الاداريه ورئيس الهيئه الاداريه كل ما بوسعنا لخدمه الرياضه والرياضيين في نادي القوى الجويه خصوصا وبالرياضه عموما. تعرف احنا نادي القوى الجويه كان ينقص النائب الرئيس والامين سر، والحمد لله شكرا. انا اعتقد اليوم انحل الموضوع، وان شاء الله يكون الانسان اللي يستحق بالنادي القوى الجويه هو الاستاذ وليد. يعني تعرف انت صاحب الانجازات وهذا النادي خدم هذا النادي، نتمنى له الموفقيه بالمنصب الجديد. كاحنا هي عامه موجودين كلنا متواجدين بالقاعه، نتمنى يكون بصوره صحيحه نادي القوى الجويه لنادينا هذا، لازم احنا نوقف له ونكون جاهزين مثل ما هو قدم لنا لازم نقدم له في شيء بسيط. كل شخص له شرف كبير انه يخدم النادي ويقدم العطاء الكثير. احنا عندنا ثقة كبيرة بكل المرشحين يعني، واغنياء عن التعريف اكيد يعني اسمائهم كبيرة. العقد وليد الكابتن صباح عبد الرزاق كابتن عبد الجليل، نتمنى لهم التوفيق، وانا اتوقع يعني انه راح يكون يعني الحظ راح يحالف عقيد وليد يعني كثير، لان هو المرشح الوحيد. اما نتمنى التوفيق لبقية المرشحين على عضو الهيئة الادارية. إذن أهلا بكم سادتي المشاهدين، ونبارك للأخ وليد الزبيدي المنصب الجديد، ونتمنى الموفقية ونجاح لكل أنديتنا. الجزء الأول من حلقة الشوط الثالث انتهى، الآن ندخل إلى القضية الرئيسة التي نسعى كل السعي نحن فريق عمل الشوط الثالث إلى أن نضعكم في قلب الحدث وفي قلب آخر المستجدات والقضايا الرياضية. نناقش القضايا بكل مهنية ونجد لها الحلول. القضية اللي راح يتم مناقشتها سادتي المشاهدين هي قضية البيان الوزاري الشبابي الذي صدر يوم أمس، والقاضي بانسحاب العراق من شرف تنظيم بطولة خليج 23 بسبب سياسة التقشف، وأيضا عدم قدرة العراق على احتضان هكذا بطولة في ظل الظروف الحالية. أكيد راح نفتح الحوار الآن مع ضيفي الكريم الذي الآن انضم معي عبر الأقمار الصناعية من استوديوهاتنا في العاصمة الحبيبة بغداد، هو الزميل العزيز مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة أخي وصديقي أحمد الموسوي. مساء الخير أستاذ أحمد، ضيفا عزيزا في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مساء النور أخي العزيز محمد، وأصحح المتحدث الرسمي وليس مدير الإعلام صحيح. إن شاء الله ما أدري يعني، شكرا للمعلومة. والمتحدث الرسمي أحمد الموسوي ما شاء الله عليك تستاهل كل الخير أبو شهاب. اليوم راح نتحدث إن شاء الله في أمور كثيرة، ربما أتمنى أن نضع النقاط على الحروف وأن نتحدث في قضية مفصلية هي هدر الأموال العامة، لأنه هدر الأموال العامة والفساد المستشري للأسف في بعض مفاصل الدولة، واللي معالي وزير الشباب والرياضة وأيضا الحكومة الجديدة شهرت أسلحتها من أجل محاربتها خدمة لصالح العام. أخي أحمد، سنذهب إلى هذا التقرير الذي أعده القسم الرياضي والذي يتحدث عن حلم طال انتظاره، هو حلم احتضان خليجي جديدة بعد أن احتضنا بطولة الخليج في العام 79. نذهب إلى هذا التقرير وأعود للحديث مع ضيفي الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أخي أحمد الموسوي، ابقوا معي. مسلسل الفساد المالي في مفاصل الدولة العراقية يطلق رصاصة الرحمة من جديد، هذه المرة على أحلام جماهيرنا الوفية العاشقة للساحرة المستديرة والساعية لاحتضان العرس الخليجي الذي ننتظره منذ العام 79 من القرن الماضي، وهي آخر مناسبة شهد فيها جمهورنا الوفي أشقاؤه من أبناء دول الخليج العربي متواجدين على مدرجات ملعب الشعب الدولي خالد الذكر في بغداد، وذلك عندما نجح العراق بتنظيم دورة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة وإحراز لقبها بكل جدارة واستحقاق.
ضربه حره غير باكره الساحه اوفر وسالم الرابعه وقرده سيده وتروح للعاصم تاكل شوط الجول واشوف الجول ويكملها فلاح حسن وكملها فلاح حسن وتخش جول صلح الحسن فرحان وشوط الحسن فرحان ارضيه جديده وتخش الجول قبل في سالم مروان كوره شديده سالم مروان تحمل مسؤوليه الكوره. ولم نكن نعلم إنها ستكون الدورة الأخيرة التي ننظم فيها هكذا بطولات. أحلام عراقية تبخرت بجرة قلم وزارية يوم أمس بعد أن اعتذرت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم بطولة خليج 23 المقررة أن تكون على ملاعب البصرة الفيحاء والتي أنفقنا عليها من جيوبنا الملايين من الدولارات. كثيرون تلقوا الخبر بحسرة وألم بعد أن كنا نمني النفس دورة بعد أخرى أن يأتي دور العراق الجريح في تنظيم بطولة خليجية عربية شقيقة وإعادة العراق لمكانته الطبيعية، لكن خفافيش الظلام لم يرق لهم أن يقف العراق من جديد وأن يعانق أشقاؤه ملاعب المدينة الرياضية في ثغر العراق البصرة، ولعل استمرار هدر المال العام وغياب البنى التحتية والمشاريع الوهمية التي سمعنا عنها منذ سنوات طويلة كانت كفيلة باعتذار العراق مرغما عن تنظيم هكذا بطولة. لكننا يجب أن نتساءل عن هؤلاء الجنات الذين ذبحوا أحلام العراقيين بتنظيم خليج 23 ومصادرة أفراح الجماهير، ومن سيوقف مسلسل الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة العراقية ومنها مفصل الرياضة. بالتأكيد الأمل سيبقى معلقا حتى إشعارا آخر، وسيبقى شرف تنظيم بطولة خليجي حلما يجب أن يتحقق لطالما تواجد بيننا أناس شرفاء يسعون لإعادة مكانة الرياضة العراقية لوضعها الطبيعي من جديد. إذن أهلا بكم سادتي المشاهدين، وأعود إلى زميلي أحمد الموسوي. أشاهدك وأنت تتابع التقرير بداخلك ألم وحسرة يمكن على اللقطات اللي انفردنا نحن في الشوط الثالث والشرقية نيوز عرضها وربما أهداف فلا حسن لنا ياك نتنافس على الإرشيف أحمد تذكر يعني هذه اللقطات أنت تقول عندي وأنا أقول لك عندي. أحمد سؤالي، رصاصة الرحمة أطلقت على الجماهير العراقية الحالمة بمعانقة أشقائنا في دول الخليج ولكن نحن مرغمين، تفضل أحمد لك الكلمة. نعم محمد، طبعا الحديث الآن أنا استمعت للتقرير وشاهدت بعض اللقطات، بالفعل كان طموح كبير جدا كعراقيين استضافة هذه البطولة، البطولة الأبرز على المستوى الإقليمي في مستوى في العالم كله. بطولة الخليج تعني لنا الكثير، احنا كنا نشاهد المنتخبات الوطنية وهي تحقق الإنجازات في هذه البطولة، سبق وأن حصلنا على لقبها ثلاث مرات، لكن الآن نتحدث عن معطيات جديدة. نحن كعراقيين وأعتقد كل الجمهور العراقي يريد عندما نستضيف هذه البطولة أو هكذا بطولة نستضيفها بشكل مثالي وأن تكون لا تنسى، مثل ما عرضت أنت حضرتك والشرقية نيوز هذه اللقطات الجميلة، يجب أن تكون لقطات جميلة ورائعة جدا وتكون بطولة الخليج عالقة في أذهان العراقيين والشعب الخليجي كافة وهو يشارك في بطولة مثالية مكتملة من جميع النواحي. نعم استاذ أحمد. نعم. استاذ محمد طبعا. تفضل. نعم. تفضل تفضل تفضل. نعم. استاذ محمد بالنسبة نعم. للمدينة الرياضية يعني الملعب الخاص والفنادق الخاصة باستضافة المنتخبات الوطنية الثمان من ضمنها المنتخب العراقي وكذلك سكن الوفود الرسمية أقصد الفي آي بي وغيرها كلها مكتملة، ولكن الآن نتحدث عن شروط وضعتها اللجنة المنظمة وهو أن يكون هناك في المحافظة أو المدينة التي تستضيف بطولة خليجي يكون هناك ملعبين
يعني يضم أو يسع لكل منهما أكثر من 30,000 متفرج. في البصرة نحن الآن نتحدث عن ملعب كامل اللي هو ملعب المدينة الأم، المدينة الرياضية الأم اللي هو مدينة البصرة الرياضية، يسع ل 65,000 متفرج. والملعب المعد الآخر لهذه البطولة هو ملعب الميناء. الآن في ظل عدم وجود الموازنة الحقيقية واللي كنا نأمل فيها أنه تتواجد في العراق بعد هبوط أسعار النفط مثل ما نقول في السوق العالمية، صار تقشف واستلمت وزارة الشباب والرياضة ما يعادل نسبة 20% من الميزانية الحقيقية واللي كانت تستلمها في السابق. أعتقد 20% مع وجود عجز بنسبة 80% يعني الكثير. طيب. وأعتقد المشاريع راح تتلكى أغلبها، وبالتالي ملعب الميناء اللي هو الملعب الثاني ما راح يكتمل إلا في الشهر 4 من عام 2016. طيب. وموعد يتجاوز الموعد القانوني لاستضافة بطولة الخليج. نحن الآن نتحدث عن أمور أخرى أيضا. محافظة البصرة كمحافظة والوزارات الساندة لوزارة الشباب والرياضة لم تتعامل بشكل حقيقي مع الوزارة، وأقولها بصراحة. نعم. يعني احنا قلنا أنه هذه المدينة يجب أن تكون مزودة بالمياه وبالكهرباء الخاصة وغيرها من المعطيات والمسائل المهمة والدعم اللوجستي من قبل الوزارات الأخرى لوزارة الشباب والرياضة. من ناحية أيضا المحافظة، مجلس محافظة البصرة وعدنا خيرا في أكثر من مناسبة، وكان هناك زيارات عديدة لوزارة الشباب والرياضة لإكمال كافة المشاريع الخاصة بالبنى التحتية للمحافظة نفسها وليس البنى التحتية الرياضية. نعم. وبالتالي كان هناك أكثر من زيارة، وجدنا بأن الأمور تسير باتجاه بطيء جدا وبسرعة نقول عليها سرعة السلحفات مثل ما نقول. نعم. لكن يعني احنا طلبنا من عندهم الإسراع بالقضية، والوزارات الأخرى طالبنا من عندهم يعني يعاونون وزارة الشباب والرياضة في كافة المفاصل الأخرى. نعم. وجدنا بأنها تعذرت بعد أن أقرت الموازنة وقالوا أنه ماكو تخصيصات تساعد. طيب استاذ أحمد، إكمال المشروع الرياضي في المدينة الرياضية. نعم. نعم. استاذ أحمد، أنا عندي سؤال من شقين، وأني بصراحة سؤالي استشفيته من ما تفضلت به حضرتك. الشيء الأول، قلت اللجنة التنظيمية طلبت من عندنا أن يكون هناك أكثر من ملعب. بالله عليك، ليش البحرين عندها أكثر من ملعب؟ اليمن عندهم أكثر من ملعب؟ هذا الموضوع يأخذنا على أنه اللجنة التنظيمية بدأت تطلب من العراق فوق طاقته، ويعرفون كل الزين أنه الوضع العام للعراق وضع منهك. هذا الشيء. الشيء الآخر أستاذ أحمد اللي أريد يعني أسأل حضرتك به، قرار أو بيان وزارة الرياضة والشباب بالانسحاب من تنظيم بطولة 23، هل معناه أنه السيد وزير الشباب عبطان الذي عرفناه في البداية مشمرا عن سواعده يحارب الفساد؟ نعم. رجل طموح رفع الراية البيضاء بعد أن وصل إلى طريق مسدود، وبالتالي هذا الموجود راح اشتغل بالموجود، هذا اللي فهمناه. فأرجو الإجابة على شقي سؤالي. نعم، الشق الأول أستاذ محمد، طبعا بدأت هذه الشروط مع تقديم الملفات الخاصة، ملف الاستضافة لبطولة الخليج، وكان هناك البداية كانت من السعودية من الرياض، حيث قيمت البطولة في جدة عفوا أو في الرياض. في بطولة السعودية كان هناك بطولة كانت شروط معينة وضعت إلى على المملكة العربية السعودية. نعم. وكانت من ضمن الشروط توفر ملعبين، وهذا ما حصل في الأمر الواقع، وكان هناك ملعبان وضعا تحت خدمة الفرق المشاركة وأجريت عليها بطولة الخليج في السعودية. نعم. ونجحوا في هذا التنظيم المبهر والكبير، وبالتالي كان تحدي من وزارة الشباب والرياضة قبول التحدي هذا والسعي لاستضافة بطولة الخليج 23. وكان هناك وفد رسمي من الوزارة لمقابلة رؤساء الاتحادات الخليجية، والرؤساء الاتحادات طلبنا أيضا من رؤساء الاتحادات تأجيل البت باختيار الدولة المنظمة لبطولة الخليج. وكان هناك بعض الملاحظات اللي أعطونا إياها، وبصراحة تحدثوا قالوا الجانب الأمني مهم جدا في استضافة بطولة الخليج، وإحنا أيضا قدمنا الملفات الخاصة وقلنا للبصرة تختلف عن باقي محافظات العراق
يعني البصرة والمحافظات الجنوبية وكذلك محافظات الفرات الأوسط تتمتع ب يعني أمن ممتاز نقول عليه، وإن لم يكن ممتاز فجيد جدا وهكذا. لكن اللي حصل الآن المحور الثاني كان من حديث الأخوة الأشقاء، قال بأنه نحن نشارك إذا كان لديكم أمن جيد وهذه الملفات نقبل وماشي. هناك كان سؤالين مطروحة، السؤال الثاني هو رفع الحظر، وبالتالي احنا طلبنا بما انه متعلقه برفع الحظر طلبنا انه تاجيل لحين زياره لجنه الفيفا الى العراق لمعرفه مدى استعداد العراق لاستضافه المباريات الدوليه. طيب فاجلوا البت في اجتماع ال 18/11 في اثناء بطوله الخليج، اجلوا البت في اختيار الدوله وقالوا البصره هي صاحبه الحق الرسمي في استضافه خليج 23 اذا ما توفرت الشروط اللي هي واللي اهمها واللي وضعت انه يزال الحظر عن كره القدم العراقيه. طيب نحن استمرينا بالعمل في وزاره الشباب والرياضه الى ان جاء الموعد الحقيقي اللي اعلن عنه وزير الشباب والرياضه. ذكرت انت قلت انه وزير الشباب والرياضه هل رفع الرايه البيضاء؟ نعم. اقول انه كل العاملين في وزاره الشباب والرياضه وكل العراقيين كانوا يمنون النفس في استضافه مثل هكذا بطوله. ولكن لا تتصور اخي محمد انه اللجنه التنسيقيه العليا اللي تضم مسؤولي الرياضه في العراق وافقوا بسهوله على هذا الشيء وعلى هذا الانسحاب وطلب رسمي باستضافه خليج 24. لكن هذه الامور امام امر واقع احنا وصرنا، يا اما نكون احنا مستعدين استعداد تام ومنشاتنا الرياضيه مكتمله والحظر مرفوع. نعم. واحنا نعتذر، هذا يحسب على الوزاره وعلى اللجنه التنسيقيه العليا. اما اذا احنا ما مستعدين واحنا اعلنا اكثر من مره وفي السعوديه ايضا لاكثر من قناه فضائيه ومن وسيله اعلاميه وصحيفه خليجيه ذكرنا بانه العراق هو يريد ان يحتضن اخوان الخليج بابهى صوره وما يكون مقصر وياهم باي نقطه، وبالتالي احنا وجدنا بانه العراق ممكن انه ينظم بطوله الخليج ونطلب من الاخوه في الخليج انه يكون الملعب الثاني اقل من الثاني المتفرج. استاذ احمد لانه نعم استاذ احمد نعم بصراحه خلينا نكون منطقيين وواقعيين، واني اعرفك انت صريح ولا تخشى في الحق لومه لائم. الاخ عبطان الله ينطي الصحه والعافيه كان يجتمع ويا الاخوه الخليجيين ووضع العراق هو يعني عبطان كان يعرف انه اكو فساد مستشري وكان اكو مشاكل في البصره وكان يعرف عندنا ملعب واحد وكان يعرف انه اللجنه التنظيميه، لكنه كان مصرا ومستقتلا على احتضان البطوله. في ليله وضحاها تغير اللي تغير وتفاجئنا، واحنا بصراحه انا شخصيا اتحدث لك يعني وانقل لك يمكن الاف الاتصالات والايميلات اللي وصلت للبرنامج. احمد بس اسمح لي، فسرت هذا الموضوع يا ريت يعني حضرتك اليوم تضع النقاط على الحروف، هل هو هروب من المسؤوليه ام حدث شيء لحد الان ما نعرفه شنو؟ يا ريت تخلينا بالصوره اخ احمد. محمد يعني امر واضح جدا وماكو شيء يعني ينضم، احنا نتكلم بصراحه. نعم. وفي ظل هذا التوجه الاعلامي والسرعه في نقل الاخبار، نعم، يعني اذا ما احنا نقولها بالجو في قناه الشرقيه نيوز راح تجي قناه فضائيه ومن خلال تقارير معينه تكشف اكو بعض القضايا اللي ما نقولها. طيب. لكن انا اتحدث لك بصراحه محمد. نعم. في اكثر من مره وزاره الشباب والرياضه قامت بزيارات متعدده ووضعت وفتح معالي وزير الشباب والرياضه مكتبا خاصا له في البصره في ملعب المدينه الرياضيه بالتحديد. نعم. لمواكبه الاحداث، وصارت اكثر من زياره هناك في البصره. ووعدونا الاخوه في المجلس البلدي والوزارات المسانده ومحافظه البصره مجلس المحافظه والجهات الاخرى وعدونا خير وقالوا بانه البصره سوف تستعد في الوقت المناسب. احنا في ظل ما قدموا الاخوه من تعهدات رحنا الى الخليج في السعوديه وقدمنا التعهدات على ضوء ما قدموه. نعم. وزاره الشباب والرياضه قدمت ما عليها من تعهدات، اكملت. نعم. المشروع في المدينه الرياضيه وكانت تنتظر الموازنه، عندما تاتيها الموازنه مكتمله تروح على الملعب الثاني، والشركه ايضا صارت هناك اجتماعات وياها. نعم. الشركه اللي تعمل في ملعب الميناء
وتعهدت في حال توفر السيولة المالية يعني للشركة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة إلى الشركة اللي تعمل في ملعب ميناء، قالوا إحنا نكمل جميع المتعلقات في ملعب ميناء في شهر 7 من عام 2015. نعم، يعني هذا الشيء خلينا إحنا نقدر نستضيف البطولة. هذه الأمور رحنا بها إلى الخليج، تعهدنا بأنه نستضيف البطولة، وقلنا إذا ما نستطيع راح نعتذر لإخواننا وأشقائنا. رجعنا واجهنا مصاعب عديدة. الأول أنه الإخوان في المحافظة المحلية في البصرة، مجلس المحافظة وغيرها، ما ساعدنا بشكل صحيح. بالتالي نعم. نشوف مثلا يعني اكو عدم تعاون، اكو عدم تعاون ما بينكم وما بين البصره. يعني بس انا للتذكير احمد، للتذكير ما سمعت في قاموس السيد وزير الشباب والرياضه كلمه في حال اذا لم تتوفر سنعتذر، والله ما سمعت كلمه سنعتذر، لانه الرجل كان بقوه يعني ذاهب وعنده امل لشغلتين، الشغله الاولى رفع الحصار على الملاعب، والشغله الثانيه هي احتضان العراق لخليجي 23. تفضل احمد. زين محمد اذا ما تسمع شو اسوي لك انا؟ يعني يجوز انت سمعك ثقيل ابو جاسم. والله يجوز على الكبر. اي والله احمد كبرنا. اي اخوي احمد. يا محمد عيوني انت كبرت يا اخوي يا اخوي يا اخوي كبرت. والله هو كل الناس تكبر احمد، يعني على اساس صغير انت احمد. نعم احنا الان بصراحه احمد اقول احمد يعني بصراحه محمد الشيء الثاني حتى اكمل تفضل. الشيء الثاني احنا اصطدمنا بموازنه 20%. يقول هذا السبب، يعني 20% من يقول هذا السبب بعد يعني اقرار يعني الموازنه احنا رفعنا الراية البيضاء، لان الموازنه تكاد لا تكفي. اي هذه القضيه. بس اكيد اكو متسبب. قلنا انت ما تسمع. نعم. محمد نعم محمد احنا قلنا انت ما تسمع، بس مو معقوله ما تقرا. يعني البيان كان واضح. انا اقرا واسمع احمد، ترى اني شاطر كلش وتدري بي، اقرا واسمع. بس انا احاججك يا احمد، فاحنا بدنا نناقش قضيه بصراحه. لا انا احكيها بجد احمد، بجد احكيها اخوي صدقني. لا احنا لا يعني كنا نعرف ان الوزير هذا الوزير طموح. هذا نعم. واجبنا نعم واجبنا هذا كوزاره انه نعم. نكون عند قدر المسؤوليه أكيد. وقدمنا ما علينا بصراحه كوزاره في يعني طرقنا كل الابواب، واخر شيء جتنا الميزانيه 20%. نعم. ف يعني اصبحنا حائرين، يا اما انه لجان التفتيش من دول الخليج يعني مناصر نعم تروح تزور قبل موعد المحدد بمده معينه وتشوف الملعب غير مكتمل وتقول العراق غير جاهز عفوا، والاستضافه تذهب الى دوله اخرى. طيب يا اما نكون احنا المبادرين. طيب نكون احنا المبادرين. اذا سمحت لي سؤال صغير يعني. نعم. اذا سمحت لي الله يرضى عليك احمد، موضوع الملعب الثاني الغير جاهز اعتقد هو مو مسؤوليتكم، يعني انتم لستم معنيين كوزاره جديده، كوجوه جديده، كحقيبه جديده، انتم الان جئتم. ولكن كلنا ندري وكل الاعلام يدري وكل العراقيين يدرون انه ملعب المدينه الرياضيه جهز وانتهى في عهد الوزاره السابقه، والسيد رئيس الوزراء السابق راح افتتحها وجاب لنا انديه من لبنان ومن مصر، واشتغلت الاهازيج وصارت مباراه للمنتخب. لكننا اكتشفنا في عهد الوزاره الجديده انه مرافق المدينه الرياضيه كلها غير مكتمله. طيب فلوسنا اللي صرفناها ملايين الدولارات، وما ندري يمكن اتمنى من عندك اسمع ايش قد ميزانيه المدينه الرياضيه اللي صرفناها، والله ما ادري، ناس تقول مليارات وناس تقول ملايين وتاهت علينا. فهذا الموضوع احمد يعني ما اتخذ بحقه اجراء، لانه جيتوا لقيتوا انه المدينه فعلا اكو ملعب ما مكتمل، اكو امور كثيره ما مكتمله، الشوارع ما مبلطه، طريق المطار ما مبلط، اكو امور هوايه ما ادري. تفضل احمد. نعم. لا هذه القضيه طبعا بالنسبه لافتتاح المدينه الرياضيه اللي حصل. الشركه اللي العامله تحدثنا معها. نعم. وقالت بانه الاستلام الاولي لم يكن حاضرا، يعني ما كان هناك استلام اولي للمدينة الرياضية قبل افتتاحها، وهذا شيء مخالف للقوانين. نعم. يعني يجب أن يكون هناك استلام أولي وتجرب المدينة تشغل، وبعد ذلك يكون استلام أولي وتكون إدامة لمدة سنتين من تاريخ الاستلام الأولي. يعني هناك مخالفة ارتكبت أحمد؟ مخالفة في عهد الوزارة السابقة؟ أكيد محمد. للأسف الشديد. هذا معروف أستاذ محمد. هذا معروف بأنه الاستلام الأولي لم يكن،
وبالتالي كان هناك حاجة لبعض النقاط اللي يعني أسألك محمد. نعم. شنو اللي صار بافتتاح المدينة الرياضية من حدث مهم اللي صار في السابق؟ شنو اللي صار؟ يعني مباراة كانت والحمد لله تعاقبه والناس اللي جوي لبوا النداء ولعبوا وانتهى الموضوع. يعني لا هذا لا اللي احنا نقول أثناء المباراة، أثناء المباراة شنو اللي صار؟ طفت الكهرباء. سؤال يعني طفت الكهرباء. هذا هو هذا الجواب. نعم. يعني الكهرباء المحطة طبعا في كل ملعب معترف به دوليا. نعم. هناك يعني مولدين كهرباء، يعني موردين من الكهرباء، الكهرباء اللي مربوطة على المولد الأساسي للمدينة. نعم. أقصد بها عن وزارة الكهرباء مسؤولة عنها. نعم نعم نعم. والمورد الثاني هو المولدات الخاصة والمحطة الاحتياط إلى لتشغيل كافة يعني الإضاءة والمصاعد وال يعني كل نعم نعم المرافق العامة الرياضية. نعم 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 نعم. اللي حصل بأنه لا توجد مولدات، لم تجهز بشكل صحيح، لأن اللي على بالعقد اللي على الشركة يجهز ما نسبته ربما ربع ما موجود وما نعم. مفروض أنه تجهز للمدينة كلها. واثنين، وزارة الكهرباء لم تجهز المدينة بالطاقة الكاملة تشغلها والطاقة الكاملة والموجودة، وبالتالي احنا وجدنا هذا النقص. اثنين، اكو بعض البحيرات والامور الخاصة المفروض المياه توصل لها وتبليط الشوارع اللي حول المدينة الرياضية. نعم. وداخل المدينة ايضا واكمال الفندق اللي يستضيف الفي اي بي، هذا لم يكن مكتملا. نعم. كل الامور صارت في الان في الوحده الوزاره، صار تبليط للشوارع المحيطه للمدينه الرياضيه. نعم. صار اتفاق مع وزاره الكهرباء رغم تاخرها، الا انه قبل ايام يلا حصلنا على نسبه معينه من الطاقه المزوده طيب احمد الى محطات ايضا احتياط. نعم. نعم كل هاي الامور يعني نواقص قمنا باكمالها حتى نستلمها استلام اولي، وراح يكون موعد الاستلام الاولي القانوني محمد يوم 27/3، وراح نشوف شلون الامكانيه اللي راح نستضيف بها ونفتتح بها هذه المدينه الرياضيه. نعم. احنا للاسف الشديد بدنا نتفاجئ، والكلام على لسان الاخ المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه الاخ احمد الموسوي، شنو اللي كان يصير؟ هذا اللي تشوفه. شفنا ملعب وافتتاح وحضر السيد رئيس الوزراء السابق، وبالتالي المشروع هو منخر من الداخل، والمشروع صرفت عليه ميزانيات مهولة. هذا الفساد اللي نتحدث عنه، وكهرباء طفت والناس اللي جو لعبوا تغرموا، والأدهى منها أنه العراق دفع غرامة ناديي العهد والزمالك. فشوفوا وين كنا نمشي. للتذكير مشاهدينا نذهب إلى البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة يوم أمس، واللي بينت به أسباب الاعتذار. هذا البيان الذي تعمم، يا ريت نشوفه زميلنا المخرج، اللي تعمم إلى كل وسائل الإعلام. بيان اعتذار وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم خليجي 23، واللي بيّن الأسباب الحقيقية. ربما نحن الآن مع ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد الموسوي المتحدث الرسمي، وضعنا النقاط على الحروف واكتشفنا أنه إقرار الموازنة والعجز المادي، وأيضا أرجع وأقول القاسم المشترك الأعظم هو الفساد المستشري والمشاريع الوهمية التي كانت حبر على ورق، وربما القشة التي قسمت ظهر البعير هو مشروع المدينة الرياضية الذي في الظاهر إنه مكتمل وفي الباطن إنه غير مكتمل بكل مرافقه، وأبسط أنواع الخدمات لا تتوفر في هذه المدينة. إذن مشاهدينا الأحبة، هذا البيان اللي صدر، وإحنا اليوم ارتئينا أن نقف عند هذه القضية وأن نتحدث مع أهل الشأن. أستاذ أحمد، في الوقت المتبقي أود أن أتحدث، لأن الجمهور العراقي أكيد نحن الإعلام من نمثل الجمهور، من نمثل الشريحة العامة للرياضيين، وبالتالي ننقل ما يدور من آهات، من حسرات، من مصادرة للأمنيات. أكيد أكيد الأمر أكثر من عدنا كوزارة، كحكومة، كشعب، وربما تصريحات لنجوم الرياضة راح نشاهدها يوم غد لأن الوقت داهمنا. كثيرين من نجوم الرياضة العراقية تحدثوا خلال الاستطلاع اللي أجريناه، بصراحة تفاجأوا، وبعضهم أيد الانسحاب حفاظا على ما وجه اسم العراق. أستاذ أحمد، الآن
أود أن أتحدث إلى رأيك خلال الوقت المتبقي بعد اعتذارنا عن تنظيم خليجي 23. ما هي المستجدات أو الأمور التي سنسعى من أجل احتضانها وخصوصا رفع الحظر عن الملاعب الرياضية العراقية؟ ونفس الوزير اللي أتمنى أنه ما وصل لليأس وأن لا يرفع الراية البيضاء لأنه يمثل أكبر شريحة هي شريحة الرياضة والشباب في العراق. نعم محمد، طبعا بصراحة أقول أنه الهدف الأساسي الآن واللي وضعناه في وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية لأول ما تسنمنا وزارة الشباب والرياضة في التشكيلة الحالية، السيد وزير الشباب والرياضة تحدث عن مسألة رفع الحظر والمسألة الأخرى استضافة بطولة الخليج، وأعتقد بأن مسألة رفع الحظر اللي هو الهدف الأساس يجب أن الآن تتكاتف جميع الجهود. وذكرنا أيضا في البيان اللي عرض قبل قليل على شاشتكم، نعم، ذكرنا بأنه كل الخبرات والكفاءات والحكومة العراقية وكذلك المجالس المحلية، مجالس المحافظات وعلى الإعلام وكل المؤسسات الرياضية وغير الرياضية التكاتف من أجل رفع الحظر عن كرة القدم العراقية. نعم. نحن نتهيأ الآن إلى زيارة من قبل لجنة الفيفا إلى العراق، راح تزور بغداد وراح تزور محافظة البصرة وايضا تزور محافظه اربيل. نعم. وراح تطلع على بعض المنشآت. احمد، سؤال اخير عندي في المحافظات عندي. نعم. سؤال اخير واعتذر لانه دقيقه واحده فقط بس. الان اني وصلت. نعم. الى انه فعلا ما تزال التقاطعات بين المجالس المحليه وما بين الوزارات وما بين الامور الاداريه فعلا واصله لتقاطع، بدليل انه وزاره الشباب اصطدمت بعدم التعاون من قبل مجلس محافظة البصرة، من قبل محافظة البصرة. هذا الموضوع راح يوصل إلى رئاسة مجلس الوزراء حتى على الأقل أنه التقاطع فيما بين المشاريع في البصرة قد لا تذهب إلى المحافظات الأخرى، فما أدري السبل للخروج من هذا المأزق، لأنه حصل وياكم اللي حصل، تقاطع فيما بينكم وما بين المحافظة ومجلس المحافظة. هو ليس بتقاطع، مثل يعني اذا اريد نشرحها، وليس بتقاطع، عدم تعاون هناك من نروح نزور. هو شوف العمل اللي المفروض اللي تقوم بدقيقه واحده احمد، دقيقه واحده، المفترض والاعتيادي في، نعم، والاعتيادي اللي هي النهوض بمستوى البنى التحتيه في كل محافظه، هذا ما كان عليه وما يجب عليه، ما يجب على مجالس المحافظات فعله، والنهوض بكل المحافظات العراقية. اللي شفنا بأنه المجالس المحلية مدى تنهض بشكل صحيح لرفع مستوى المحافظة. نعم. ما أعرف شنو هاي المعرقلات هم يقدرون يجيبون عنها ويجاوبون عنها، لكن احنا ما شاهدنا أي تقدم ملفت للنظر. نشوف تلكؤ في أغلب الأحيان. نعم. نشوف تقدم بطيء جدا. نعم. يعني هاي الأمور اللي خلتنا احنا نلقي، يعني نقولهم ليش هيك ما تشتغلون بهالشكل الصحيح، رغم انه لمسنا من رئيس مجلس المحافظه ومن السيد المحافظ يعني اندفاع قوي الى استضافه البطوله، ولكن ما اعرف شنو المعرقلات، هل هي الموازنه؟ نعم. هل نعم. هي نعم. احمد، هناك بعض التقاطعات في داخل المجلس، ما نعرف يعني شنو هذه المسائل. شو وقت راح تصفى؟ ما ندري. احمد الموسوي، شكرا لتواجدك معي واتمنى لك الموفقيه والنجاح، وان شاء الله بصراحة الآن سادتي المشاهدين اللي صار كله وضعناه بالصوت والصورة أمامكم ليش اعتذرنا، وأتمنى أنه هذه الدعوات تصل إلى الأخ حيدر العبادي أحد دعاة التغيير، وأن يقضي على البيروقراطية اللي موجودة في مفاصل الدولة في مفاصل المحافظات، لأنه الخاسر الوحيد هو الفرد العراقي. فأتمنى دعوة مخلصة عبر الشوط الثالث وعبر الشرقية نيوز أن تذلل هذه العقبات وهذه المشاكل وعدم التعاون فيما بيننا. يا جماعة، ترى دا نشتغل للعراق، ما دا نشتغل لأحد. إذا العراق احتضن الخليج فهو إنجاز لكل العراق، لا يجير، بدليل احتضن عام 79 بطولة الخليج، قالوا العراق احتضنها، ما قالوا عباس وكاظم وحسين. فأرجوكم أرجوكم أعوا المسؤولية، اتركوا الخلافات جانبا
مشاهدينا الأحبة، الكلام طويل في هذه القضية، لكن أكرر شكري للأخ أحمد الموسوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على تواجده معي، وأحلى تحية من كل زملاء العاملين في القسم الرياضي ومن زملائي في الكنترول وفي استوديو البث، ومني أنا محدثكم محمد الناصر. يوم غد لدينا إن شاء الله قضية أخرى نضعها أمامكم لنناقشها. حتى ذلك الحين أقول لكم كالمعتاد في معلم.